السلام عليكم ورحمة الله. بدرس اليوم رح نحكي يا جماعة عن شراء عقار بتركيا بالتقسيط وكيف بنعمل هالشيء بثلاث محاور رئيسية. المحور الأول يلي هو عن طريق البنوك، رح نستعرض الكويت ترك، تركيا فينانس وبنك البركي وبنك الوقف قطلم. المحور الثاني عن طريق شركات تقسيط العقارات في تركيا، رح نحكي عن الفوزول ايف وبيني ميفيم وشركات تانية. المحور الثالث يلي هو التوكي، كيف بتندفع، ورح نحكي عن معدلات التضخم بالتوكي. الدرس يا جماعة رح يحكي عن كل هاي المواضيع باختصار، مع ذلك رح تكون مدته طويلة شوي. خلونا نبلش بدون تأخير. بالبداية يا جماعة، لمين موجه هذا الفيديو؟ هذا الفيديو موجه للعرب المجنسين الحاصلين على الجنسية التركية بتركيا، أو العرب الراغبين بالحصول على معلومات إضافية حول العقارات وكيفية شرائها بالتقسيط بتركيا. المحاور مثل ما حكينا عن طريق قروض البنوك الإسلامية بطبيعة الحال، عن طريق التوكي، وعن طريق شركات تقسيط العقارات. خلينا نبلش بأول محور يلي هو عن طريق البنك. بطبيعة الحال ناقشت أنا أربع بنوك. البنك الأول هو الكويت تركي. إذا بدنا ناخد شقة منه بميتين ألف، بدنا نقسطها على 120 شهر، راح بيصير حقها 315 ألف. نعم، زادت 115 ألف. طبعا بطبيعة الحال هون بدي نبهكم لموضوع كتير مهم، هني ما رح يقولوا لك انه رح يزيد 315 ألف، هني رح يحطوا لك الكار اورانا معدل الربح 0.82% فقط. 0.82% لما بتطلع عليها هيك هي كتير صغيرة، لكن لما بتضربها ب200 ألف فبدها تطلع رقم كبير. اذا العقار يلي حقه 200 ألف على 120 شهر بده يتقسط عن طريق بنك الكويت التركي الاسلامي، رح بيصير حقه 315 ألف، ورح تدفع شهريا حوالي 2625. طيب إذا رحنا لبنك تاني اللي هو تركيا فينانس، أيضا أحد البنوك الإسلامية بتركيا، أيضا 200 ألف على 120 شهر مثل ما أنا شايفين هون، رح يطلع الإجمالي هو 310 ألف، أيضا زاد مبلغ مانو بالقليل. طبعا هون معدل الربح أقل من هداك البنك اللي هو 0.8% تقريبا، ورح تدفع شهريا 2585. البنك الثالث يلي رح نناقشه هو بنك البركي. بنك البركي ايضا عقار حقه 200 ألف على 120 شهر، رح يطلع حقه 316 ألف، ورح تدفع شهريا 2638. البنك الرابع والاخير يلي رح نناقشه هو الوقف قطلم. عقار حقه 200 ألف على 120 شهر، رح بيطلع حقه 287 ألف و144، ايضا زاد رقم مانو بالقليل، ورح ندفع شهريا حوالي 2400 ليره بمعدل ربح 0.64. هاي البنوك كلها اللي ذكرتها، الاربعه بنوك، هي بنوك اسلاميه عندها لجان شرعيه بتراقب توافق المعاملات تبعيتها مع الشريعه الاسلاميه. اذا يا جماعه هون بدنا نركز على موضوع مهم كتير، بس يقولوا لك معدل الربح فقط 0.8%، فلا تغرك هي النسبه القليله، النسبه لما بتتراكم بتصير كتير كبيره. شغله تانية، ركز على النجمه الصغيره. دائما بكل بنك بيكون في نجمه تحت بيقولوا لك انه هذا السعر ما بيشمل تكاليف نقل العقار، ولا بيشمل الكاتبيه اللي هي 5000 ليره تركيه، ولا بيشمل الكذا، ولا بيشمل كذا. هذول لحالهم بيطلعوا لهم كمان لسه 20 ألف فوق المبلغ يلي دفعته. فدير بالك المبالغ اللي ذكرناه هون من شوي هي مو مبالغ نهائية، بدك تحط فوقها تقريبا من 10 إلى 20 ألف نقل العقار وملكية وكاديفي وتأمين زلازل وما إلى ذلك. إذا هيك بنكون أخذنا نظرة عن المحور الأول اللي هو كيف بنقسط عقار عن طريق البنك بتركيا. ننتقل مباشرة للمحور الثاني اللي هو شركات تقسيط البيوت. في بتركيا عدد من شركات تقسيط البيوت مثل بيريفيم، فوزول إيف، بنيم إيف، ما إلى ذلك. طبعا هون كمان بدنا نحكي يا جماعة، لا تغرك العبارات التسويقية اللي بيحطوها على مواقعهم الإلكترونية. شو أصدى بهذا الحكي؟ أصدى بهذا الحكي مثل ما هون كاتبين، عبي يقول لك 411 دان باش ليان تقسيط لارا، يعني تقسيط البيت يبدأ من 411 ليرة تركية. الواحد هون بيصير بيفكر أنه أنا بدل ما استأجر بيت، لا بيشتري بيت وبدفع هال 411. بس بصراحة هاي العبارة التسويقية بحتة. ال 411 بيقسطولك بيت يمكن لخمسين سنة، وبزيد حقه تقريبا مرتين ثلاثة، وما بيسلموك يا لبعد 4 5 6 سنين. طبعا هون بيدخل اسمك بالقرعة وحسب ما بيجي دور اسمك، فانت قاعد بالأجرة عملية لمدة 5 سنين. طبعا بهدول الخمس سنين رح تدفع ال 411 ليرة للبيريفين، رح ياخدوا منك لمدة 5 سنين 411 ليرة، وبعد 5 سنين ممكن يسلموك البيت، وممكن يتأخر لسه أكثر، وأيضا ممكن يكون إلها شروط، هاي إنه يكون سعر البيت تحت 100 ألف ليرة تركية. وبطبيعة الحال بتركيا العقارات اللي سعرها تحت 100 ألف ليرة تركية بتكون قبو بآخر عمره.
فما كتير تغرنا العبارات التسويقية. كمان أحد العبارات التسويقية هي الـ FPK سيستمي، يلي هو النظام يلي فايسز بدون فائدة، بيشناتسز بدون دفعات مقدمة، كريديسز. فالحدي يلي بيشوف هاي العبارة بيقول خلص هدول هني، أنا رايح مباشرة أخذ بيت من عندهم. لا 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 لا، الفكرة أنه فايسز ما اختلفنا، بتروح عليهم لهدول الجماعة، هلا رح نحكي بطبيعة الحال، فبقول لك نحن منك ما رح ناخذ فائدة، بس رح ناخذ أجور العمال 40,000، أجور المحل 5,000، أجور الكذا أجور الكذا، بيرجعوا مثلهم مثل البنك بطبيعة الحال. قبل ما نختم هذا المحور يلي هو شركات تقسيط البيوت الخاصة بتركيا، بدي أقول لكم أنه هي بشكل أو بآخر بترجع مثل البنك، ترى بترجع مثل البنك، إلا أنه هون الأهم، النقطة الأهم يلي لازم نركز عليها هي تاريخ التسليم. بمعنى هدول الجماعة مبدأ عملهم أنه بياخدوا منك الدفعة الأولى وبيحطوا اسمك بالقرعة، فإمت ما بيطلع اسمك بيسلموك المصاري مشان تشتري فيهم البيت. فممكن يطلع اسمك بعد سنة، ممكن يطلع اسمك بعد سنتين، بعد 3 سنين، بعد 4 سنين. المحور الأخير بدرسنا لليوم هو بيوت التوكي، شو أسعار البيوت، كيف بتسجل، كيف بتشتري دور، شو يعني معدل التضخم، العائدات، أجور النقل والفراغ ومدة التقسيط. خلينا نناقشها كلها سوا. التوكي هي عبارة عن مؤسسة بتعمل مشاريع ضمن مقاطعات، فأنت إذا التوكي بدها تعمل مشروع ضمن مقاطعتك بيعلنوا عنه الجماعة قبل بسنة على موقعهم الرسمي اللي هو هاد. فبتروح أنت على البنك بتدفع 10% من ثمن العقار، فإذا العقار مثلا سعره 200,000 فبتدفع 20,000، وإن الجماعة بعد 3 سنين بيسلموك العقار. إذا بتروح بتدفع 10% من قيمة العقار، وإذا بدك 15% وإذا بدك 20% اللي بدك إياه، بس أقل نسبة 10%، وبتوقع العقد بالبنك وبيسلموك الجماعة البيت بعد 3 سنين. هذا أول شغلة. في عالم شو بتسوي؟ بتروح بتدفع 10% وبتستنى 3 سنين، وبعد ما بيطلع للبيت بتبيع البيت، يعني بشكل أو بآخر بتبيع الدور، اختصر عليك 3 سنين انتظار، وبيبيعك إياه مثلا بدل ما يكون ب20,000 بيبيعك إياه ب40,000، كرمال إنه هو استنى هدول 3 سنين. وباقي الأقساط بتكون مقسطة مثلا على 120 شهر أحيانا، على 180 شهر أحيانا، على 90 شهر أحيانا، حسب المشروع وحسب الشقة ضمن المشروع. قال بالتوكي في كذا نقطة لازم ننتبه لهم. أول شغلة يلي هي العائدات، عائدات التوكي تقريبا بين 130 ليرة تركية إلى 150 ليرة تركية، فهذا الموضوع بشكل أو بآخر ببعض المقاطعات بيكون كبير. مثلا بمقاطعة هاتاي عائدات الأبنية هي 50 ليرة فقط، فلما الواحد بيسكن بالتوكي بدها تصير 150، بده يلاقيها 3 أضعاف. بينما الموضوع طبيعي باسطنبول مثلا، بحيث عائدات البناء هناك هي أساسا 150، فلما راح ينتقل على التوكي ما راح يلاقي أبدا فرق. كمثال عن التوكي خلينا ناخذ المستند التالي. المستند التالي عم بيقول الشقق 3+1 بالتوكي تبعت الدون يوردو اللي هي باسكندرون، حقها 187,000 كاملة، الدفعة الأولى رح تدفع 17,000، بيسلموك الجماعة المفتاح بعد 3 سنين، وباقي سعرها مقسم على 69 شهر بمعدل 1672 شهريا. بتقولوا لي معناتها هذا كتير منيح، لا في فائدة ولا في سعر عم بيزيد كتير، والتقسيط ملائم جدا لأنه يندفع. قال لا، هون في شغلة، الشغلة هي إذا نزلنا شوي بالمستند لتحت لاحظوا هون في شيء اسمه دونيمسيل آرتش. لنعرف أكثر عن الدونيمسيل آرتش خلينا نروح لهون. قال الدونيمسيل آرتش هو عبارة عن معدل التضخم. شو يعني؟ يعني قال الجماعة بيعتمدوا على مؤسستين توفي واليي أوفي، وبياخذوا أقل معدل بقرروه. فالطوكي بتاخذ أقل واحد من بيناتهم، مثلا إذا التوفي قالت 5% وهي قالت 4%، فبياخذوا 4% وبيزيدوا لك سعر القسط الشهري 4%. طيب قديش بيزيد سعر الشقة الكلي؟ قال مو الموضوع بيتعلق بسعر الشقة الكلي، المفهوم بالتوكي مختلف، بصير عندك القسط الشهري، فبدل ما تكون عم تدفع قسط شهري 1900 ليرة، بالشهر التالي بيصير 1950 إذا صار في معدل تضخم بهذا المقدار. طيب قديش تقريبا بيكون معدل التضخم؟ قال خلينا ناخد كمثال، بال2020 معدل التضخم كان 4% تقريبا، بمعنى في قدامي آلي حاسبي، إذا قلنا أنه قسط بيتك كان 1800 ضرب 4% بيطلع تقريبا 72 ليرة، يعني أنت بدل ما كان تدفع 1800 بصير لازم تدفع 1872. طبعا الزيادة بالتوكي ما بتصير كل شهر، بتصير مرتين بالسنة فقط، يعني بالشهر السادس وبالشهر الأول. بالشهر السادس قالوا أنت صار قسطك 1872، فأنت بتضل بتدفع 1872 للشهر الأول. الشهر الأول قالوا لك صار 2050 مثلا، فبتضل بتدفع 2050 للشهر السادس.
بالشهر السادس قالوا لك صار قسطك 2100، بتضل بتدفع 2100 للشهر السادس من السنه التاليه وهكذا. اخر شيء يا جماعه بدي احكيكم على موضوع كيف بفكر اخذ بيت ولا ما اخذ بيت، وين اخذ بيت، شو بتنصحنا. اهم عنصر بالبيت اذا اخذته للسكن هو الموقع، فعليك انك تختار الموقع بعنايه. بالمناسبه يا جماعه الطوكي عاده لما بدهم يعملوا مشروع بيعملوا مشروع بمنطقه متنحيه عن المدينه، تكون بعيده عن مركز المدينه حوالي 10 كيلومتر. فانت اذا كان عندك سياره الموضوع ما رح يفرق معك، اذا ما كان عندك سياره الموضوع فعلا بصير مشكله، موقع البيت بصير مشكله بالنسبه لك. هذا اولا. الموضوع الثاني، اعمل حسابك انه عمر البيت الافتراضي 50 عام وممكن يكون مثلا 75 عام. بعد 75 عام البيت بصير بده تجديد بطبيعه الحال، فبهي الحاله ممكن عجب يكون الاجار ارخص. يعني اذا قسمت ثمن البيت على 75 عام على 12 بيطلع معك قديش عم تحط بالشهر. طيب انا ما ارخص لي انه استاجر بيت ويبقى عندي بطبيعه الحال حريه التنقل، بحيث اذا كنت مستاجر بهاتاي وصار لي شغل بغازي عنتاب فيني انتقل لهنيك، اذا كنت مستاجر بغازي عنتاب وصار لي شغل باسطنبول فيني انتقل لهنيك. بينما اذا اشتريت بيت باسطنبول فانا محصور بالاقامه ضمن اسطنبول. الموضوع كبير كتير وواسع كتير، عطينا عنه فقط رؤوس أقلام وأخذنا هذا الوقت. فإذا عندكم أفكار حابين تشاركونا فيها، إذا عندكم أسئلة حابين تطرحوها ياريت تطرحوها بالتعليقات، رح كون سعيد بالإجابة عنها. وبدي أطلب منكم تشتركوا بالقناة، القناة هي عبارة عن مشروع بيكبر فيكم، فلا تنسوا تشتركوا بالقناة، تشاركوا هذا الدرس مع أصدقائكم المهتمين وتبقوا بخير.